بالرباط انطلقت المسابقة النهائية لجائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده لسنة 1440 هجرية. ويشارك في هذه المسابقة النهائية القراء الفائزون في المباريات الإقصائية المحلية التي نظمتها المندوبيات الجهوية والإقليمية للشؤون الإسلامية بالتنسيق مع المجالس العلمية والمحلية في مختلف أقاليم المملكة. وهذه المسابقة من تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من 20 إلى 22 مايو الجاري. هذه المسابقة هي مسابقة تتكون من 3 فروع. الفرع الأول يتعلق بحفظ القرآن كاملا، حفظ القرآن كامل مع التجويد والترتيل. ثم الفرع الثاني يتعلق بحفظ 5 أحزاب من القرآن الكريم بالطريقة وبالصيغة المغربية. ثم كذلك الفرع الثالث يتعلق بحفظ القرآن بحفظ 5 أحزاب من القرآن الكريم بالطريقة المشرقية. هذه المسابقة وغيرها من المسابقات، سواء المسابقة الدولية أو مسابقة الكتاتيب القرآنية، هي إن دلت على شيء فإنما يدل على حرص أمير المؤمنين حفظه الله على العناية بالقرآن الكريم والعناية بأهل القرآن الكريم والعناية بالعلم والعلماء بصفة عامة. مسابقة نيل جائزة محمد السادس الوطنية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده تعد من العلامات الكبرى على اهتمام المغاربة بحفظ القرآن الكريم وتفسيره وتجويده وأدائه. وتوزيع الجوائز على الفائزين بالرتب الأولى من كل فرع فسيتم خلال حفل ليلة القرآن الكريم الذي سيحتضنه معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات يوم الجمعة 24 مايو الجاري.